الحكومة التي وقعت حكومة إرهابية لا تخدم الوطن ولا أمنه ولا استقراره ولا سيادته ومسح حقوقنا الأردنيين. احترموا كرامة المواطنين، احترموا حقوقنا، ولا على أي حكومة وعلى أي مسؤول لا يحترم كرامة المواطنين الأردنيين، لأن هذه الاتفاقية تعني السيطرة للكيان الصهيوني على أرضنا ونحن في حالة حرب مع العدو الصهيوني. لا أوافق إطلاقا على أن نشتري الغاز المسروق من الأرض الفلسطينية، لا أوافق على التعامل مع هذا العدو الصهيوني الغاشم، لا أوافق عليه إطلاقا. وبإمكاننا أن نشتري الغاز من مصادر كثيرة وبأسعار أفضل من هذا السعر المجحف، ونربط أنفسنا، ونحن دولة عربية ونحن يجب أن نكون ضد التطبيع، وخاصة في هذه المرحلة، مرحلة التغول الصهيوني على الأراضي العربية في الجولان وعلى غزة وعلى القدس، ومرحلة الأرعن ترامب وقراراته بضم الجولان إلى 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 دولة الكيان الصهيوني. قرر نقاشه عدة مرات ويعود لتاريخ الاتفاقية من عام 2016. إذا ارتأى المجلس ذلك الحكومة على تم الاستعداد لتحويلها إلى الخادوة. شكرا. اتفاقية غاز العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا، وعلى الحكومة إلغائها، على الحكومة إلغائها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية. صريحة، كلمة حق صريحة، حرية بأس البرقان.